هذا هو الوضع. السفراء كلهم كانوا يشكو، لكن كانوا يبتلعوا كلامهم، يبتلعوا ألسنتهم، لا يريدوا المواجهة. يواجهوا السفيران، كان يواجهان السفير الجزائري والسفير الأردني فقط. كان السفير الجزائري يقول لهم إن كنتم أنتم إمبراطورية فارس فنحن بلد المليون شهيد. هل السفراء العرب الآخرون كانوا يعانون من نفس المشكلة؟ كلهم كان يعاني، ما عدا السفير السوري. يعني السفير الكويتي، السفير البحرين، الإمارات، كلهم كانوا يعانوا ويشكو لي، يشكو فيما بيننا ولكن لا يواجه. السفيران كان يواجهان السفير الجزائري والسفير الأردني فقط. كان السفير الجزائري يقول لهم إن كنتم أنتم إمبراطورية فارس فنحن بلد المليون شهيد. كنتم أنتم إمبراطورية فارس فنحن بلد المليون شهيد. يعني كان في مواجهة، أنا كنت أواجه لما هم يعتدوا بالكلام. طب كانت المشكلة مع علاقات النظام مع هذه الأنظمة الأخرى أو قبل إكمال هذه القصة أو هذا الفيديو، لست أنا من أفتخر برجولة الجزائريين، وإنما هي شهادة على هذه القناة وقناة العربية. مواقف الجزائر الرجولية ليست وليدة أمس، هي متجذرة في نخاعنا عبر التاريخ.